بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ النهاردة ان شاء الله بنتكلم عن برنامج الفيسبوك سكرابر اللي هو بيسحب البيانات. تمام، البرنامج ده تكلفته $100 سنويا، هنزلكم ان شاء الله ببلاش في قناة التليجرام. هنا بنختار، هو بيبحث عن ايه؟ طبعا من في جوجل الكونتري، طبعا مصر مش موجودة، فبنختار اذر، بنعلم على جيت كونتاكت ديتيل اللي هو رقم التليفون والايميل وكده. كيورد الكلمة المفتاحية اللي انا عايز ادور بيها، اطباء، سيارات، مش عارف ايه، حسب اللي انت بتدور عليه. البلد او اللوكيشن، ايجيبت، طنطا، زي ما انت عاوز. خلصت كتابة الداتا بتاعتك، هو بيقول لك اختار المكان اللي هتسيف فيه البيانات دي، بنكتب اسم الملف والمكان ونضغط سيف. تمام، نضغط ستارت، بيبدأ يعمل ايه؟ سيرش ويدور ويعمل جلب للبيانات اللي بتطلع معاه. كل ما تدي له وقت وكل ما يجيب معاك بيانات بيوفر عليك وقت ومجهود. برنامج جميل جدا وعظيم جدا، ان شاء الله اقدمه لكم النهارده ببلاش. اتمنى ان انتوا تستفادوا. ادعوا له دعوه كده لوجه الله، دعوه كده ربنا يوفقني. هو كده طبعا بيجيب البيانات معانا. اخترنا هوتل، فهو جاب الكونراد كايرو هوتل، البارون، كمبينسكي، بيجيب لك بقى الادرس، المدينة، سيتي، هو في الجيزة، مش عارف ايه، الزيب او البوستال كود، ايه التليفون، وده اهم حاجة بالنسبة لنا، التليفون والويب سايت والايميل. حسب المجال اللي انت بتشتغل فيه تقدر تجمع داتا من هنا، تبدأ انت تعملها تسويق الكتروني. شغل التسويق الالكتروني شغل جميل جدا، وانا عامل دورة في فيديوهات كتير وبرامج كتير. معظم البرامج دي بتكلفة عالية جدا، بقدمها لكم لوجه الله. اتمنى ان انتوا تستفادوا بيها وما تصدموش في حاجة غلط. طبعا هو عمال يجمع بيانات دلوقتي، كل ما تدي وقت كل ما يجمع معاك بيانات اكتر تقدر انت تستخدمها. ممكن انت تبيع الداتا دي لشركات التسويق، او لو انت تشتغل في التسويق بنفسك تسوق اي منتجات، تعمل وسيله دخل كويسه. واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. اخوكم محمد كشكة في رعايه الله، مع السلامه.